تقليدا لليوم العالمي لشجرة الأرجان، نظم مرصد الجنوب بشراكة مع الغرفة الجهوية للفلاحة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بقليميم والمديرية الإقليمية للمياه والغابات والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأرجان، وبشراكة مع مجموعة من المصالح الغير مماركزة والهيئات المهتمة بشجر الأرجان، يوما دراسيا تحت عنوان شجرة الأرجان رافعة أساسية للتنمية بجهة إقليميم ودنون وتراث عالمي للإنسانية، وذلك مساء يوم الثلاثاء 10 مايو الجاري بمقر الغرفة الجهوية للفلاحة. افتتاح اليوم الدراسي كان بكلمة ألقاها السيد رئيس مرصد الجنوب للدراسات والأبحاث والتنمية المستدامة، وكلمة رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، وكلمة لممثل ولاية جهة إقليميم ودنون. بعد ذلك تم الاستماع والتتبع الافتراضي للمناظرة المرئية لانطلاق فعاليات اليوم العالمي لشجرة الأركان التي عرفت مشاركة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية وشخصيات دولية أخرى. هذه الكلمات كانت كلمات قيمة ابتدأنا بها النشاط ديالنا، وبعد ذلك انتقلنا إلى يعني المداخلات، مجموعة المداخلات المتكاملة والمتنوعة، حيث أنه مجموعة من الباحثين قدموا مداخلات ديالهم مجموعة من التخصصات المختلفة. حاولنا أن نسلط الضوء أولا على شجرة الأرجان كرافعة للتنمية بجهة إقليميم ودنون، وحاولنا كذلك أن يعني نبين ونظهر على أن شجرة الأرجان داخل مجال جهة إقليميم ودنون فهي منتشرة بشكل كبير حوالي 27000 هكتار، لكن للاسف الشديد فهي غير مسجله ضمن يعني محميه المجال الحيوي. وهذا طرح سؤال مجموعه من الاسئله من طرف الحضور الكريم، وكانت دعوه من طرف الحضور كله على انه يكون ترافع من طرف المجتمع المدني ومن طرف فعاليات المجتمع المدني لرفع هذه التوصيه الى الجهات المسؤوله والى يعني الجهات التي تشتغل على هذا المجال لادماج يعني إقليم إقليميم ضمن محميه المجال الحيوي. يسعى المنظمون والشركاء عبر تنظيم هذه التظاهرة الجهوية تسليط الضوء على أهمية شجرة الأرجان باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة بجهة إقليميم ودنون، فضلا عن دورها في زيادة المرونة وتحسين التكيف مع التغير المناخي وتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى المحلي والجهوي. مقر الغرفة الفلاحية الجهوية بجهة إقليميم ودنون لحضور يوم دراسي هام حول شجرة الأرجان الذي يتزامن ويتصادف مع اليوم العالمي لشجر الأرجان الذي يحتفل به العالم قطبة والمغرب بصفة عامة، باعتبار أن شجر الأرجان تراث عالمي إنساني يجب الاعتناء به، يجب يعني تنمية هذا المجال لأنه مجال حضاري، مجال يعني ماركة مسجلة بالنسبة للمغرب، وكذلك أنه مجال يشغل عدد من اليد العاملة خاصة من النساء العاملات في القطاع الأرجان الذي اللواتي يجب تشجيعهن وتحفيزهن من أجل الرقي بهذا القطاع، لأن لا ترقية بهذا القطاع بدون ترقية بالعنصر البشري والنساء ضمن هذا العنصر البشري، يعني النساء هي قطب الريحة في هذا العنصر البشري. وبالتالي هذا اليوم الدراسي الذي عرف مشاركة مجموعة من الباحثين من مختلف التخصصات وكذلك حضور مؤسسات عمومية كالأنزوة وك يعني وزارة الفلاحة والمياه والغابات، يعني مجموعة من المصالح الذين تقسموا خبراتهم وتناقشوا مجموعة من واقع القطاع أساسة الأرجان والإكراهات وكذلك أفاق العمل، وخلص اليوم الدراسي إلى إصدار مجموعة من التوصيات الهامة لعل أهمها الترافع في إقليم إقليميم من أجل إدخال إقليم إقليميم ضمن المجال الحيوي للأرجان، كذلك ضرورة تكوين تعاونيات الفلاحيه خاصه المهتم بالاركان، تكوين النساء العاملات يعني في اطار التسويق في اطار يعني تثمين المنتوج في اطار كذلك يعني ايصال يعني المنتوج الى المستوى المهنيه والمستوى العالمي ان شاء الله. في اطار يعني الاحتفال باليوم العالمي لشجره الاركان اللي كيصادف 10 مايو 2022، قامت يعني المديريه الاقليميه للمياه والغابات ومحاربه التصحر بإقليميم مع شركائها بإلقاء واحد العرض اللي كيتمحور حول يعني التشكيلات الغابويه للأرجان بإقليم إقليميم اللي كتكون من 27000 هكتار من الأرجان، وتشكل 88% من المساحة الغابوية بالإقليم. كذلك الأدوار
ثلاثة للتنمية المستدامة منها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كذلك الخبرة المحلية للساكنة المحلية وبالخصوص المرأة القروية، كذلك المنظومات الإيكولوجية تعتبر مختبر للتتبع ديال التنوع البيولوجي، وكذلك بحكم أن المنطقة حساسة لظاهرة التصحر كذلك فهي مختبر لتتبع يعني التغيرات المناخية، بحكم أن هذه الشجرة ديال الأرقان صامدة وتتكيف وتتأقلم مع الظروف الطبيعية الصعبة باعتبارها معمرة يعني تتواجد بالمغرب أكثر من 30 مليون. كما يأتي اهتمام المرصد بهذا الموضوع لإدراكه الكامل بضرورة فتح نقاش عمومي من طرف المتدخلين من مختلف المشارب العلمية وانخراط كل مكونات المجتمع المدني الوادنوني وخصوصا ساكنات مجال المحيط الجوي للأرقان والباحثين في مناقشة كل المشاكل التي تساهم في تدهور غابة الأرقان والنظم البيئية المرتبطة بها. اليوم كنحضروا لهذا اللقاء الرفيع المستوى في الحقيقة اللي كيتنظم على هامش يعني اليوم العالمي لشجرة الأرقان، واليوم هذا اللقاء كيتنظم لأول مرة في مدينة قلمين من أجل مناقشة مجموعة من المشاكل اللي عندها علاقة بالمجال ديال حماية المحيط الحيوي وأيضا المجال ديال الأرقان في المنطقة ديال قلمين، وكانت مجموعة من المداخلات القيمة شاركوا فيها مجموعة من الأساتذة ومجموعة من الفاعلين الترابيين أيضا، وشاركنا بمداخلة علمية فيما يخص الإشكاليات البيئية وأيضا التدهور الطبيعي والبشري اللي عنده علاقة بحماية المحيط الحيوي ديال الأرقان، وحاولنا نقاربوا هذه المسألة هذه عن طريق يعني مجموعة من المقاربات في الإقليم ديال قلميم، ونقترحوا مجموعة من الحلول اللي عندها علاقة بالتسمين ديال هذه المنظومة الإيكولوجية وجعلها يعني محط اهتمام الفاعلين الترابيين مستقبلا.